حمدوك يلتقي اليوم مسؤولين أمريكيين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. المجلس القيادي للجبهة الثورية يبدأ اجتماعات في مصر لبحث تأسيس جيش موحد للسودان. استمرار اعتصام مواطني تلادي وكلوجي ضد شركات التعدين عن الذهب. أهلا بكم في نشرة للأخبار من قناة طيبة الفضائية، وإليكم التفاصيل. من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع اثنين من كبار المسؤولين الأمريكيين على هامش مشاركته في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة. ووفقا للجدول الزمني الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية الذي اطلعت عليه وسائل إعلام، كشف أن حمدوك سيلتقي اليوم الاثنين وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مارك جرين بعد ظهر غد في نيويورك. ومن المرجح أن تناقش اللقاءات وضع السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب وشطب الديون الخارجية والمساعدة الاقتصادية والتي تم حظرها منذ مدة طويلة بسبب العقوبات الأمريكية السابقة على السودان. وقال هيل عند زيارته للخرطوم الشهر الماضي إن واشنطن ترهن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بتحول إلى حكومة مدنية وتحقيق تقدم في ملفات حقوق الإنسان والحريات الدينية وجهود مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز السلام الداخلي والاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي في السودان. يشارك وزير العدل الدكتور نصر الدين عبد الباري في اجتماعات الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، ويرافقه مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان دكتور أسامة حميدة ورئيس إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. ويقدم وزير العدل بيان السودان أمام الدورة، حيث يتناول فيه التطورات الدستورية والقانونية وتشكيل هياكل السلطة والحكم المدني في السودان، إضافة إلى التطورات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان وأحكام الحقوق والحريات في الوثيقة الدستورية. كما يتناول البيان انخراط السودان في مفاوضات مع الوفد الفني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإنشاء مكتب حقوق إنسان في السودان، وذلك بصلاحيات كاملة وقدرة على الوصول إلى كل المناطق في السودان. أكد القيادي في الجبهة الثورية ياسر عرمان إن اجتماعات العين السخنة بمصر التي تجمع المجلس القيادي للجبهة الثورية وممثلين عن جنوب السودان ستبحث إمكانية تأسيس جيش سوداني موحد يجمع كل التركيبات السودانية دون إقصاء أو تهميش. وأوضح عرمان في اتصال مع قناة الحدث أن الاجتماع يبحث كيفية الوصول إلى مخرج استراتيجي لقوى الكفاح المسلح بجنوب السودان لتصير جزءا من العملية السياسية في السودان. وكانت اجتماعات الجبهة الثورية للمشاورات حول ترتيبات عملية السلام في البلاد وتفاصيلها قد انطلقت أمس الأحد بمصر، وتأتي الخطوة بعد توقيع اتفاق المبادئ بين الحكومة والحركات المسلحة في جوبا الأسبوع الماضي. عرض وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم على شركة شليمبرغر العالمية العمل في مربعات البترول بالبحر الأحمر ومربعات وسط السودان بجانب الاستثمار في خدمات الحقول المنتجة من أجل زيادة الإنتاج عبر التقنيات الحديثة. وأبدى خلال لقائه وفد شركة شليمبرغر برئاسة المدير التنفيذي بالشرق الأوسط كريم بدوي أبدى رغبتهم الأكيدة في عودة الشركة وتوسيع عملها في السودان في تطوير الحقول وإدخال تقنيات جديدة تعمل على زيادة الإنتاج النفطي. وأفصح الوزير عن ترتيبات لمعالجة الإشكاليات التي تسببت في تدني إنتاج النفط والغاز، مؤكدا استعداده لإعادة القطاع إلى موقعه الريادي بتطوير الحقول، داعيا الشركات العالمية للعودة والاستثمار في القطاع والاستفادة من فرص الاستثمار في النفط وخدمات الحقول المنتجة، وذلك من أجل زيادة الإنتاج عبر التقنيات الحديثة. ومن جهته أكد المدير التنفيذي للشركة بالشرق الأوسط رغبتهم الأكيدة في عودة الشركة، مشيرا إلى نجاحات السابقة للشركة في قطاع النفط والتي تشجع على توسيع استثماراتها في السودان.
قال والي ولاية جنوب دارفور المكلف اللواء هاشم خالد محمود سبعة من المديرين التنفيذيين في محليات مختلفة من الولاية، وأعفى الوالي كل من مدير تنفيذي بلدية نيالة عيسى الهلالي وعين هارون عمر إدام للبلدية، وشمل الإعفاء إدريس بلال كوكو من محلية جريضة وتعيين أحمد أبو بكر محمد إدريس وأبو البشر محمد عبد الرحمن من محلية ميرشينغ وتعيين صلاح الدين أحمد إسماعيل. كما أعفى القرار الهادي سليمان عوض الكريم من محلية نتاجا وعين محمد عبد الرحمن صافي الدين. وقال الوالي أيضا هارون عمر إيدام من محلية كوبم وعين طارق آدم حماد. كما عين مأمون الضو عبد الرحيم وأعفى عبد العزيز حسن أو عبد العزيز حسب الله فرح الدور الذي تعرض لحادث حركة. كما أعفى أيضا أحمد أبو بكر إدريس كانوري من منصبه بمحلية الردوم وعين الهادي سليمان فضل الكريم. وفي السياق طالب رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدجير بإقالة والي جنوب دارفور المكلف على خلفية الأحداث التي شهدتها عاصمة الولاية نيالة، وقطع بأن إدارة الحادث فقط ليست كافية. وشهدت محلية أو مدينة نيالة احتكاكات بين الشرطة ومحتجين غالبيتهم من الطلاب في ظل أنباء عن استخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. هذا وتواصلت التظاهرات في حاضرة الولاية نيالة لليوم الثاني على التوالي جراء ندرة الخبز والوقود. وقال الدجير في تغريدة بتويتر إن العنف المفرط في مواجهة تلاميذ المدارس المحتجين سلميا على شح الخبز وغلائه هو ادعاء بائس لسلوك النظام المبادل الاستبدادي. وأضاف إن الإدارة ليست كافية، بل الإقالة الفورية للوالي ومحاسبة الذين لم يفهموا إن عهد الاستبداد والقمع قد ولى. بحثت اللجنة العليا لمكافحة أمراض الخريف في محلية جنوب الجزيرة التحوطات اللازمة لمنع انتقال الإسهالات المائية من الولايات المجاورة للمحلية خلال اجتماع للجنة والذي عقد برئاسة المدير التنفيذي للمحلية أسامة السمان الطيب. هذا واستعرضت مديرة الشؤون الصحية بالمحلية دكتور مها الحسين التدابير التي وضعتها إدارتها لمجابهة أمراض الخريف، وكشفت عن خطط إسعافية وعمل استباقي في وحدتي الحاج عبد الله وود الحداد ومنطقة ديم المشايخة وود بخاري والقرى المجاورة لولاية سنار، حيث عمل إصحاحات حملات للإصحاح البيئي ومكافحة نواقل الأمراض وردم البرك والمستقعات والرش الضبابي بتزامن مع حملة الرش بالمبيد ذي الأثر المتبقي وتوزيع الكلور لكروانة محطات المياه. وأشارت إلى تعاون هيئة توفير المياه بالمحلية في معالجة كسورات المياه وصيانة السهريج والشبكات. اطلع رئيس اللجنة الاقتصادية إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة على مجمل الأوضاع بولاية غرب دارفور خاصة فيما يتصل بالنواحي الأمنية والاقتصادية، وأكد لدى لقائه والي الولاية المكلف اللواء عبد الخالق بدوي محمود الحرص على حل المشاكل التي تواجه الولاية بجانب المساهمة في تطوير تجارة الحدود وقيام المنطقة الحرة. وبحث اللقاء زيادة حصة الولاية من المواد التموينية والبترولية. جدد والي الخرطوم المكلف الفريق ركن أحمد عبد حماد التزام حكومة الولاية بعدم تصديق المنشآت الصناعية الجديدة إلا بعد اكتمال الاستراتات البيئية والتأكد من مطابقتها والعمل على السلامة البيئية. ووجه لدى زيارته للمجلس الأعلى للترقية البيئية في ولاية الخرطوم أيضا وجه من خلال هذه المساحة وجه الوالي لدى زيارته للمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية بإنفاذ القوانين والتشريعات المتعلقة بسلامة البيئة والتعامل بحزم مع كل ممن يخالف التشريعات البيئية ويتسبب في التلوث الناتج عنها والأضرار البيئية للمواطن، مؤكدا دعمه لأنشطة المجلس حتى يطلع بدوره تجاه قضايا الولاية البيئية.
لا يزال اعتصام مواطني تلودي وكلوجي الذي دخل أسبوعه الثالث ضد شركات التعدين عن الذهب مستمرا. وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير بتلودي محمد المصطفى في تصريحات صحفية إن اعتصامهم سيستمر إلى أن تتحقق جميع المطالب المرفوعة، وعلى رأسها إبعاد هذه الشركات خارج الولاية والتحقيق مع الضالعين في تواجدها. وأكد خالد إن قرارات والي الولاية صارت غير ملزمة بالنسبة لمواطني تلودي وكلوجي بعد أن تأكدوا من مواطنة الوالي في تنفيذ قراراته الخاصة بإبعاد هذه الشركات على حد تعبيره، مشيرا إلى استمرار عمل هذه الشركات على الرغم من صدور قرار بإيقافها مع سيطرة وتجاوزات عناصر النظام السابق. ومن جهة ثانية، لا يزال اعتصام مواطني كلوجي أيضا مستمر في أسبوعه الثالث. وقال ممثل قوى الحرية والتغيير بكلوجي الولي إسماعيل صالح إن عملية تفكيك وترحيل آليات شركة التواصل لا تزال جارية، وإن فك اعتصامهم مرهون بإزالة الآليات كافة من الموقع. بدأت فيكا دوغلي الدورة التدريبية التي ينظمها المجلس الأعلى للتنمية البيئية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويشارك في الدورة التدريبية منسقو المجلس لولاية كردفان الكبرى. هذا وقال ممثل الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة الاتحادي دكتور رحاب عبد المجيد إن الدورة تهدف لتدريب المشاركين في كيفية إعداد المشروعات توطئة لتقديمها لصندوق المناخ الأخضر، والذي يعد من أكبر الصناديق الداعمة للمناخ، مبينة إن تقسيم البلاد لقطاعات يسهل أو يسهل من إعداد المشروعات، كما يسهل من حشد الدعم لمناصرة قضايا البيئة. هو تعريف المشاركين من هذه الولايات الثلاثة على كيفية إعداد المشروعات حتى تتقدم لمشروع المناخ الأخضر، وكيفية ملء الاستمارات أيضا الخاصة بهذا الصندوق. المشروع تتقدم لصندوق المناخ الأخضر، وحاليا يعني الفرص المتاحة للصندوق حتى 10 مليون دولار، يعني دي مشاريع تعتبر مشاريع سريعة، وإذا قدمت وأجيزت من الصندوق فتصل حتى 10 مليون دولار. والله كل المشروعات هي ليست مشروعات تنمية، ولكن مشروعات لازم يكون فيها الطابع بتاع تغير المناخ في مجال التأقلم مع تغير المناخ في مجال التكيف. نشرة الأخبار متواصلة معكم من قناة طيبة الفضائية، وفيها بعض الفاصل. وزير المالية يؤكد سعي وزارته لزيادة الإيرادات في ميزانية 2020 لزيادة الدعم الاجتماعي. طيبة لحياة طيبة. أهلا بكم مجددا، والآن ننتقل إلى طائفة من الأخبار الاقتصادية. أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور إبراهيم أحمد البدوي سعي الوزارة لزيادة الإيرادات في ميزانية العام 2020 حتى تتمكن الحكومة من زيادة الدعم الاجتماعي. وكشف عن اتجاه الدولة لإنشاء مسالخ في مناطق إنتاج الثروة الحيوانية في كردفان ودارفور، وأشار الوزير إلى إطلاق برنامج تنموي طموح يتيح لكل الدول الصديقة التعاون الاستراتيجي عبر البرنامج الإسعافي الاقتصادي للدولة، وأبان أن الخطط تهدف إلى تصدير اللحوم وخلق القيمة المضافة في تصنيع اللحوم وتصدير الجرود لرفد الاقتصاد بالنقد الأجنبي. كشفت ولاية النيل الأبيض عن شروعها في ترتيبات فتح المعابر الحدودية مع دولة جنوب السودان، مشيرة إلى عقد مباحثات مكثفة مع الجهات المختصة بهذا الشأن.
وقال والي الولاية المكلف اللواء حيدر الطريفي في تصريحات صحفية إنهم عقدوا اجتماعات ومشاورات مع المجلس السيادي ووزير التجارة لإعادة فتح معابر الحدودية مع دولة جنوب السودان، مبينا إنهم اتفقوا على تشكيل لجنة تشمل ممثلين من الوزارات ذات الصلة للجلوس مع المسؤولين للقاء الأطراف المشاركة في عملية إعادة فتح المعابر، مشيرا إلى ضرورة الشروع في ترسيم الخط الصفري بين الخرطوم وجوبا لتسهيل فتح المعابر. كشفت إدارة ميناء بورت سودان للمشتقات النفطية عن تفريغ 3 بواخر للمشتقات النفطية بحمولة تصل لأكثر من 129,000 طن تشمل الجازولين والبنزين وغاز الطبخ إلى جانب الفيرنس. وأعلن مدير ميناء الخير للنفط عثمان غرشي تفريغ باخرة بنزين بحمولة تبلغ 37,700 طن متري، فيما يجري حاليا تفريغ جازولين بحمولة 42,000 طن بجانب باخرة أخرى من الفيرنس بحمولة 44,000 طن وغاز الطبخ 5,500 طن، متوقعا وصول باخرة جازولين أخرى إلى ميناء بورت سودان. وأكد قرشي انسياب عمليات تفريغ المشتقات بصورة جيدة، مشيرا إلى أن الميناء جاهز لاستقبال أي كميات من الوقود وتفريغها في أسرع وقت. انتهت النشرة الاقتصادية، والآن ننتقل إلى طائفة من الأخبار الرياضية. أفلح المنتخب الوطني في تحقيق فوز غال على نظيره التنزاني بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت مساء أمس الأحد ضمن مرحلة الذهاب لتصفيات أمم إفريقيا للمحليين شان، وسجل الهدف الوحيد في اللقاء للمنتخب السوداني اللاعب ياسر مزمل في الدقيقة 61 من تمريرة رمضان عجب. وكان الجهاز الفني للسودان بقيادة سترافكو قد دفع بكل من علي أبو عشرين، أحمد آدم بوي، وأمير كمال، وأطهر الطاهر، الشغيل وأبو عاقلة، ياسر مزمل، والتش محمد الرشيد، ورمضان عجب. وستقام مباراة الإياب في 9 أكتوبر القادم بملعب استاد المريخ. طلب مجلس إدارة نادي المريخ العاصمي من اتحاد كرة القدم تأجيل مباراة فريق الكرة أمام هلال الفاشر والمقرر لها يوم الخميس المقبل ضمن الجولة 3 لمسابقة الدوري الممتاز. وأشار المجلس في خطاب بعث به إلى الاتحاد إلى أن التأجيل يوفر برنامجا إعداديا مثاليا للفريق قبل سفره للمغرب في 3 أكتوبر المقبل في إياب الدور الأول لبطولة الأندية العربية. انتهت النشرة الرياضية، وانتهت آخر موضوعاتنا لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم العناوين. حبدوك يلتقي اليوم مسؤولين أمريكيين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. المجلس القيادي للجبهة الثورية يبدأ اجتماعات في مصر لبحث تأسيس جيش سوداني موحد. استمرار اعتصام مواطني تلودي وكالوجي ضد شركات التعدين عن الذهب. إلى هنا انتهت هذه النشرة، في أمان الله.